أنا جداً سعيد إني موجود معاكم اليوم، بصراحة بدي أشكر أمنية على هاللمة الحلوة بهالمكان الحلو لنشهد من إطلاق مشروع برنامج أمنية للاستدامة. بنحتفل اليوم بإطلاق برنامج أمنية للاستدامة كجزء من برامج المسؤولية المجتمعية للشركة، واللي هو بيقوم على ثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى هي البيئة، الثانية هي المجتمع المحلي، والثالثة اللي هي حوكمة الشركات. خلال السنوات الماضية قامت أمنية باتخاذ خطوات واضحة ومدروسة من استثمار مزارع الطاقة الشمسية، اللي اليوم بتولد حوالي 50% من الطاقة اللي بنحتاجها لتشغيل شبكاتنا. الحقيقة الشيء المختلف اللي احنا عم نحاول نغطيه بهذا البرنامج اللي هو تثقيف المجتمع الأردني على أهمية هذا الموضوع وخطورته علينا كلنا، وضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من تسارع اللي عم بيصير فيما يتعلق بالبيئة، وذلك من خلال إشراكهم بأنظمة مكافآت على كل الممارسات البيئية الصحية والصحيحة اللي بيقوموا فيها للحفاظ على هاي البيئة.